إذا أنت ما تعرفوا الهيئة الوطنية المحامين قررت تكليف هيئة الدفاع اللي باش تتولى قانونيا نيابة ورثة الفقيد الشهيد شكري بالعيد، ولكن كذلك الهدف الرئيسي من هذه معناها الهيئة هو المساهمة في كشف الحقيقة وكشف الوجوه والأيادي الجبانة التي اغتالت شهيدنا رحمه الله. حب سيفتي علي المحامي نأكد اللي احنا كمحامين تونسي نؤكد مرة أخرى ولحد الآن ثقتنا الكبيرة في القضاء التونسي على أن يتولى هذا القضاء التونسي هو الكشف على من اغتال شكري بالعيد ومن حرض على اغتيال شكري بالعيد، والقضاء التونسي هو اللي نتمناه اللي باش يقوم بالقصاص قانونيا من هؤلاء المجرمين القتلة الإرهابيين. ونحب نأكد مرة أخرى ونطالب أنه هذا القضاء التونسي اللي نحن نريد أن يعاد له الاعتبار وأن يحتل موقعه كسلطة قائمة الذات مستقلة هو يواجه اليوم في ملف شكري بالعيد رحمه الله تحدي آخر، ونحن نتمنى أن يرفع القضاء التونسي هذا التحدي وأن ينجح فيه، لأنه نحن على اقتناع اللي بكشف الحقيقة عن طريق القضاء التونسي وبمحاكمة القتل عن طريق القضاء التونسي هذا من شأنه أن يشكل منعرج في تاريخ هذا القضاء. وما نطالب به هو أن يقع منح هذا القضاء وخاصة فيما يتعلق بهذا الملف كل الإمكانيات اللوجستية والفنية والمادية والبشرية حتى يتم التعاون الكامل والتام بين القضاء التونسي وبين الأجهزة الأمنية حتى يقع كشف القتلة. ونحن تقريبا على يقين أنه لو يتم هذا التعاون بصفة كاملة وتامة سيتمكن القضاء التونسي والأجهزة الأمنية من كشف وجه قتلة شكري بالعيد. نحب كذلك نأكد اللي احنا لحد الآن مبدئيا مطمئنين إلى سير الأبحاث والتحقيقات. لحد الآن التحقيقات والأبحاث ماشي معناها بالطريقة اللي نحن نتمناوها، وهناك تعاون شبه كامل بين هيئة الدفاع وبين السيد القاضي التحقيق المتعهد بالملف اللي نوجهه له معناها كامل التحية، ونأكد اللي نحن متعاونين معاه ونتمنى أن ثمرة هذا التعاون تفضي إلى الوصول إلى الحقيقة. شكري كان محامي مناضل رحمه الله، كان مناضل في ميدان حقوق الإنسان، تطوع للدفاع في قضايا الحوض المنجمي، وكنا معا صيفا كاملا قضيناه في كفصة بدون مقابل، ولهذا تكريما لروحه ولإبراز الحقيقة تولت الرابطة توجيه نداء إلى السادة الزملاء مشكورين، فعنا قائمة أولية فأكثر من 50 زميل. أولا نؤكد مسؤولية الحكومة سياسيا وأخلاقيا على اغتيال الرفيق شكري بالعيد، الرفيق والزميل. ثانيا نؤكد كذلك على تحفظاتنا الكبيرة، ومعناش معناها نقولها بكل صراحة عن تحفظات، ما عندناش ثقة في وزارة الداخلية ووزارة العدل طالما أن هذين الوزارتين تخضعان لإدارة ناس متحزبين. ثلاثة نحب نأكد مرة أخرى وأن إلى جانب العمل القانوني اللي مش تقوم به الهيئة رأوا هناك عمل سياسي وتعبوي ومواطني. أنا نحب نجاوب الرفيق محمد جمهور، سنتكلم باسم العائلة، أنتم تحملون المسؤولية السياسية الحكومة، أنا باسم العائلة أتهم النهضة مباشرة. هناك أبعاد وإمكانات التوجه الدولي، ونحن نحب نعمل لحظة فقط راو التوجه الدولي إلى بش يصير، وفما لجنة طبعا يحكي عليها الأستاذ مختار التريفي، راهو هو تمسك أيضا
بالوطني، لأنه ما يتم حد شيء إلا في نطاق الاتفاقات اللي أبرمتها تونس. سأقول كلاما أتحمل مسؤوليتي شخصياً، وكلامي لا يلزم أي طرف وأي جهة حتى ولو الهيئة اللي أنا أنتمي لها. أنا لست متعاوناً مع قاضي التحقيق، وليست لي ثقة في قاضي التحقيق. ليست لي ثقة في قاضي التحقيق. وقاضي التحقيق رافض أي تعامل إلا حسب شروطه. وأي محامي يحترم مهنته ويحترم رسالته ويحترم مجلس الإجراءات الجزائية لا يتعامل مع الملف حسب شروط قاضي التحقيق. الشروط اللي صارت مع قاضي التحقيق لا تلزمني، لأن أنا علاقتي بشكري إبراهيم مش علاقة زبالة. شكري إبراهيم قضى 4 سنوات في المكتب، تمرن في المكتب 4 سنوات، علاقة تتجاوز البعد السياسي والبعد الزبالي. شخص عشت أنا وياه 4 سنوات في مكتب المحاماة، وتثقفنا وتعلمنا مع بعضنا، وبالتالي نتعاطى معاه قد تشعرون. وينسب ليا، ينسب ليا أنا متشنج، أنا لست متشنجا، أنا أتعامل مع الملف بعقلي وبمشاعري. قلت أن هذا قاضي التحقيق ليست لي ثقة، ثقة فيه وبالصورة في الفضائيات مكتوبة عليا واللي وراه حاجة يعملوها ما يعملوها. تفضل. اثنين، راهو ماهوش عدم ثقتي في قاضي التحقيق انطباع شخصي، ماهوش إحساسي، ماهوش عداوة سابقة بيني وبينه. هذا يحيلوا يفتحوا ملف على اعتبار انها جريمة ارهابية، ويحيلوا الملف على اعتبار يبحثوا تحت اطار قانون مكافحة الارهاب. قانون مكافحة الارهاب يقول القضايا الارهابية تبحث فيها فرقة مقاومة الارهاب، ماهوش فرقة مقاومة الاجرام. فرقة مقاومة الارهاب ماهوش فرقة مقاومة الاجرام. وفما فرق بين فرقة مقاومة الارهاب وفرقة مقاومة الاجرام. مقاومة الاجرام يبحثوا في القضايا العادية، مخدرات وقضايا القتل العادية وقضايا السرقات. فرقة مقاومة الإرهاب فرقة مختصة ألفق عليها نظام بن علي الأموال الطائرة، وفيها كوادر تكونت وتعلمت في أمريكا وفي بريطانيا. علاش يقع إقصاءها؟ ما يحولهاش الملف رغم أن القانون يوجب هذا. قانون مكافحة الإرهاب يوجب اللي يلزم كل قضية عندها بعض إرهابي، وهم اختاروا الوصف الإرهابي، هم اختاروا الوصف الإرهابي. علينا من أحترم القانون ويقوموا بحالتها على فرقة مكافحة الإرهاب. لأن في جريدة شروط مقال الصحفي موجي الخضراوي، المقال أعطى لمح لما تحصلت عليه شخصيا، وأكد معلومات تحصلت عليها شخصيا، والمعلومات اللي عندي ما مش معطيتهاش لزملائي أو هيئة الدفاع. كانت معلومات دقيقة وخطيرة وهاتفي مراقب، ولم أتمكن من تمرير هذه المعلومة أو التنسيق مع زملائي خلافا لما يعتقد البعض. أنا لم أتمكن وكنت غير قادر على تسريب أي معلومة حتى بالهاتف، وزملاء في المكاتب المختلفة في العاصمة ما نجمتش أعطيهم حتى بالتليفون، لأني لا أدعي أني مراقب أمني، لا، مراقب في اتصالاتي، هاتفي مكتب والفاكس والبورتابل مراقب. وبالتالي هي المعلومات بهذه الخطورة ما كنتش نجم نلصق مع زملائي، وربما لهم الحق لأنهم غضبوا هذا الصباح ولاموني على ما صرحت به، وكان علي أن أتشاور معهم بين كل المضرور. نرجع للموضوع. بين الظفرين العديد من المواطنين والمواطنات يتصلوا بيا لأنهم شافوا في وسائل الإعلام اللي أنا نطق رسمي، يتصلوا بيا وكل واحد يجتهد في إعطاء المعلومة. كل واحد يقول لاحظت سمعت
ريت وشفت كنت حاضر كنت سمعت مغربي إلا فما شخص برك عطاني معلومات وقريب كنت نسمعهم بكل احترام ونشكرهم على مجهودهم وعلى حرصهم على إدارة العدالة إلا فما شخص آخر اتصل بي في الهاتف ليلى قال نحب نقول لك معلومات لكن المعلومات هذه ما نجمش نقولها لك في التليفون قلت له عندك سيارة قال ما عندي سيارة قلت له انتي فين مكان انا هات لي فين مكان وقال دير لك السيارة إلي مو قاعد نخمم باش نوصل قصة اتصلت به عطاني معلومات سامحوني نسيت طول مجرها لا نسيت على رشاشة أطول كلمة عطاني معلومات المعلومات جديدة ما تقلتش في وسائل الإعلام قبل ولأنه فما بعض جهات إعلامية وجهت بعض التهم لكن فما تفصيل أنا وقفت عليه وعطيت كلامه بأخذ جد المعلومة الجديدة قال فما تونسي تزوج يوم الاختيار أو قبل بيوم الاختيار شكر بالعيد ثلاثة جزائريين من القصرين من جهة القصرين ومن بعد اختيار شكر بالعيد في نفس اليوم وقع تخريجهم كما دخلوا بالحدود في القصرين واحد معطى جديد صفة القاتلين جديدة جزائري اثنين طريق دخولهم للبلاد جديدة قالوا حدود طريقهم مشين في القصرين وبالتالي أنا اهتميت بالكلام تاعو وقلت له شنو هي المعطيات الأخرى معطيات أخرى عنده أدلة أخرى متهمة أين أنتم؟ أنا سامحني يا سادة صحفيين سادة صحفيين وأيها الحضور الكريم أنا أتعرض لضغوطات من داخل المحامين وليس من أي جهة وهذه الضغوطات متواصلة حتى على المنصة وأنا قلت أتحمل مسؤوليتي شخصيا قلت اتصلت فيه وأحكي لي المعطيات هذه والمعطيات هذه أخذها من عند طفلة كان يشاتي هو وياها في الفيسبوك بين الظفرين هي معلومات خطيرة بهذا الشكل ما زيش تحط في الفيسبوك لكن وقت اللي قابلت طفل وقابلت طفلة لقيتهم على درجة من العفوية وعلى درجة من بين الظفرين السذاجة بفوق A7 و 22 سنة وقايم وفيهم من هو متحصل على شهادة جامعية عليا فأنا لقطة قلت له كيفاش المعلومات هذه تداولوها في الفيسبوك قالوا ما كناش نتصوروا هي بهذه الخطوة المفيد الشاهد الأول لوم طلبت من قادة التحقيق صباحا سماعه وقت اللي كان كنا نطلب سماع بعض الشهور ما يقول الناس اعطينا مثل الكتاب قال يا أخوي جيب لي مثل كتابي نسمه تنقلت إلى مقر الهيئة الوطنية وكتبت مثل كتابي بعد قلت له عنا معلومات موجودة في بلوس قال لا ما نقبلهاش برا نجيبها لي في سيدي
مشيت لهيئة الوطنية عملت له سيدي. من بعد قلت له باش تسمعوا الشاهد هذا. قال لي شنو موضوع الشاهد بتاعه؟ قلت له موضوع الشاهد بتاعه خلافا للمسار اللي تبعوا فيه. قلت له تلوجوا في سيدي بوزيد كرتوشة كهربا هاربة والوزير الداخلية وقفوا ناس مش على شكر إبراهيم، وقفوا ناس على الأسلحة يلقاوها في المنيلة، وبعد الأسلحة يلقاوها ويسألوا فيهم على مصدر الأسلحة وكيفاش دخلوا، أما مش على اختيار الشهيد شكر إبراهيم. وبالتالي الشاهد اللي مش نعطيهولك باش يبدل مسار الأبحاث. قال لي باهي أعطوه جوك. رجعت له قال لي مانيش سامع ما نسمعوش، أنا في حالة ما تسمحليش نسمع. قلت له أنا صلي على النبي وطلع رجعت بعد شوية وسع بالك ما نحبش نحكي في تفصيل آخر، زيد يأكد لي أنا ناس خير فيها فيها. رجعت له قال لي رسمه أما بدون حضور محامي، في حين أن كافة الأشخاص الواقع سمح مش كل الأشخاص توق ربي بكل صدق والتحقيق مش كلهم، ولا صحفيين أعطاوا معلومات عامة ما عندها تقرأ بلف، ولا سياسيين ما يعطيكش حتى ثنية اللي معرفة الحقيقة. وقت اللي قلت له هذا يا شاهد، الشاهد هذا باش يبدل مجرى الأحداث، قال لي اسمه واحد، والآخرين زياد الهاني، سفيان، بقية الناس اللي سموهم، اسمحوا لنا باش ندخلوا معهم في هذا، قال لي لا، نسمه واحد. يا أخويا تنزلت قلت له اسمع واحد مش مشكل المفيد اسمع وحده، وقلت له في إطار القانون يلزم المحضر سماعه وهويته حسب قانون مكافحة الإرهاب، هويته لازم تكون سرية، وحتى اللي يحب يطلع على الملف ينجم يقرأ تصريحات هذا الشاهد، أما ما ينجمش يقرأ هويته، هويته حسب قانون مكافحة الإرهاب تضمن في تقرير سري، والتقرير هذاك يتشمع ويتحط عنده كي الجمهورية. هذا قبل ما يلغي بتصريحاته، وقلت له الحاجة الثانية حماية هذا الشاهد، لأن هذا الشاهد أيها السادة الحضور هو باش يكون الخيط الأول من تونس تنشو حتى المصريين، هو الخيط الأول وله معلومات واللي وش وصلنا للقصرين ويصلنا شكون دخل وشكون خرج وفي الظروف هذه. ما نحبش ندخلكم في مرتبات قانونية، المفيد تعهد بذلك، تعهد قاضي التحقيق بذلك. تم اغتيال الشهيد شكري إبراهيم بصفته السياسية مش بأي صفة أخرى، وبالتالي وجود طرف سياسي وراء الاغتيال مسألة منطقية، هذا منطق الأشياء، سياسي يختيل على أفكاره السياسية وعلى مواقفه السياسية، ما تنجم تكون عندها مصلحة إلا جهة سياسية، أما شكون الجهة السياسية؟ إلى حد الآن وبالاتفاق والعميد مش اتفق مع سيد قاضي التحقيق وسي مختار التريفي وزميل آخر في اللي تفهم فيها المعلومات تعطى بصيغة معينة وبشكل معين، وهذا الزخم من المعلومات البرشا في هذه الفترة يفسد عليه أعمال التحقيق وأعمال البحث. وبالتالي أنا إيش نجم نقول وشكرا. استاذ فوزي من الإمارات تدخل في صفاتي الشخصية والتشنج اللي شدته من بعض الأخوة كان في غير محله،
ضروره انه البحث الجزائي، احنا رانا محامين، البحث الجزائي عنده شروطه، ولا يمكن بحال من الاحوال ان يتم البحث الجزائي بالعموم، لان متلازمين احنا بالقانون اللي يحمي سريه التحقيق. من راني كنت صحابي واتعطش للمعلومه وما زلت، لكن نحن كمحامين ملتزمون بالسر المهني، وكلها على لسان لجنه الدفاع وتحت نظر العميد. خلافا لما قاله صديقي فوزي، فان هيئه الدفاع لها ثقه فيما يقوم به السيد حاكم التحقيق، وقالوا العميد منذ البدايه. الاستاذ فوزي درغال اللي هو زميلنا واخونا، ونقدروه ونقدروا مشاعره تجاه معناها الفقيد، ونقدروا اجتهاداته. البارح عمل التصريح اللي تعمل، وهو يعرف ان التصريح عمله معناها باجتهاد منه. وهيئه الدفاع ما طلبتش منه باش يعمل هالتصريح هذا، ولكن عمل ديجا التصريح هذا، وهو متحمل مسؤوليته الى الاخر في هذا التصريح. فنحن لا نملك كمحامين لا باش نمنعوه باش يجي ويجلس الى جانبنا ويتوجه معنا للاعلام ويعطيكم رايه، لانه من ناحيه عمليه حتى لو كنا باش نمنعوه لسريه التحقيق والابحاث، معناها بين قوسين بالنسبه لنا نحن لومالي ديجا فيه. بالنسبه له هو يعتبر اللي هذا موقفه ايجابي، واللي موقفه باش يقع معناها الايام باش تثبت والتحقيقات باش تثبت الموقف هذا. هو خذا الاتجاه هذا المنحى هذا، متحمل مسؤوليته فيه، ونحن كمحامين ما لا نملك ان نمنعه هو، ان نقول له قوم يا فوزي ولا ما تحكيش في هذا الموضوع. ثم مسائل اخرى تهمنا كهيئه معناها الدفاع اللي هو عضو فيها، هذا معناها موضوع اخر. على اثر تصريحات سي فوزي بن مراد، شنو ينجم يكون تاثيرها على عمل هيئه الدفاع في حد ذاته؟ لا ما ادعو الجميع الى عدم تهويل تصريحات الاستاذ فوزي بن مراد، اللي نعاود ونذكر كما قال هو يعني تلزم كان شخص وما تلزمش هيئه الدفاع، باعتباره انه هيئه الدفاع كما سمعتوا موقفها النهائي هو ذلك الذي ورد على لسان السيد عميد المحامين، واللي قال فيه وأنه موقفنا فيه ثلاثة مستويات. المستوى الأول هو وأن باش نواصلوا التعامل والتعاطي الإيجابي بكل ثقة، ولكن كذلك بكل مثابرة وانتباه لأعمال السيد قاضي التحقيق بالمكتب 13. اثنين، نحن كخبراء في القانون كافة الفرضيات المادية والقانونية متاحة أمامنا. الفرضيات المادية يعني شكون اللي قتل شكري، نحن لا نستبعد أي فرضية ولا نستبعد أي جهة، كل الجهات هي تحت منظارنا، وكل الجهات سوف نتعامل معها، وكافة المناهج التحقيقية باش نمشيو فيها وباش ندفعوا التحليل فيها إلى أبعد مدى ممكن. ثلاثة، وهذا الموقف الثالث نتاع هيئة الدفاع، هو أن هيئة الدفاع بالمرصاد وبكل شراسة لكافة أشكال تحويل وجهة هذا الملف ولكافة أشكال العبث على هذا الملف. بطبيعه الحال لستم في حاجه ساده الصحفيين، لستم في حاجه الى التفاصيل لانها واضحه. نحن حكينا على ثلاثه اطراف دخلوا من التراب الجزائري. لهنا باش نوضحوا الراي العام. بالنسبه لك انت كمحامي سي فوزي، اليوم شنو هي عناصر الربط بين دخول هالثلاثه اطراف من التراب الجزائري وبين قضيه الاغتيال في حد ذاتها؟ ربط مباشر، ربط مباشر حسب المعطيات اللي عندنا، هناك ربط مباشر بين هؤلاء الاشخاص الذين دخلوا بطريقه غير قانونيه وخرجوا بطريقه قانونيه وعمليه الاغتيال، ربط مباشر. حكيت على قرار سياسي من تونس، هل المعلومات لهنا مؤكده؟ مانيش نطلب منك المعلومات، لكن مش نطلب منك تاكيد. قرار تونسي، قلت قرار تونسي وقرار جهه تونسيه. قرار جهه تونسيه، شكرا.